كل جماهير الأهلي صبرتم واصبروا إن شاء الله، احنا والله قاعدين نأدي اللي علينا إن شاء الله، ولا بد من التقصير، إن قصرنا إن شاء الله بنعوضكم، وفريقكم إن شاء الله جيد بإذن الله تتحسن الأمور مستقبلا إن شاء الله بإذن الله. أنا متفائل والله، معلش أنا عندي استراتيجية بس ما بتكلم عنها الآن صراحة، مع الوقت إن شاء الله هي يعرف الجمهور إن شاء الله. والله شوفوا أمر فني، إحنا ما نتدخل طبعا، هنناقش المدرب، من حقنا نناقشه، من حقه أنه يبدي وجهة نظره، ومدرب أيضا، وإن شاء الله نناقش نشوف وجهة نظره، وإن شاء الله يسمع منا ونسمع منه بإذن الله. إحنا نعمل كمجموعة واحدة والمصلحة الكيان، وإن شاء الله إن شاء الله القادم أحلى إن شاء الله. والله شوف الفرص قاعدة تجينا، وإن شاء الله أنه ما نضيع الفرص، أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا أنه ما نضيع الفرص هذه إن شاء الله.